اخرتها ايه؟ ما بقتش قادر على السكوت، كرهت الامل، ولا هو عايش ولا بيموت. سألت نفسي كل الاسئلة البديهية، انت مين انت ليه داي الدنيا دي؟ بتغني ليه الشهرة فلوس ونجومية؟ والله صاحب قضية مصدق فعلا في اغنية، والاجابات كلها عكس عكاسة، اجابة من دماغي والتانية بالاحساس، والتالتة متوسطنة على الميزان بالمسطرة، كل الافكار جوايا رقدة.